مفاتيح مشاهدي قناة الحياة ومشاهدي برنامج المرأة المسلمة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. النهاردة الحلقة هتكون مختلفة شوية، لأنه أنا يعني مش هتكلم كتير النهاردة، ضيفي هو اللي هيقوم بكل الحديث، والمعلومات اللي هيديها لنا هتكون معلومات مهمة جدا. حلقة النهاردة بعنوان العابرين ودعوة الله. الأسبوع اللي فات احنا اتكلمنا مع أحد خدام الرب في قناة الحياة الموجودين على الأرض الآن في وسط العابرين، وكنا بنتكلم على الاضطهاد اللي بيحصل في وسط العابرين، وافتكرنا يعني فكرتكم انه الاضطهاد الموجه ضد العابرين هو اضطهاد للمسيح نفسه، احنا لاننا بنتبعه بنضطهد من اجل اسمه، ودي جزء من حياة المسيحيين عموما يعني، بس انت بتضطهد ليه؟ ده المهم اننا نعرفه. سمعنا منه كتير عن مشاكل العابرين الموجودين على الارض، وإزاي يعني التعامل مع العابرين والكنيسة وكل ده، لكن النهاردة هنسمع تفاصيل أكتر من أخ عابر، وهو أيضا جزء من فريق قناة الحياة وخادم الرب، الأخ أيمن، هيحكي لنا اختباره الشخصي وكيف قادوا هذا الاختبار إلى الدعوة، الخدمة اللي هو بيقوم بيها النهاردة. بس أنا عايزاكم تفكروا في التفاصيل اللي هنكون بنتكلم فيها النهاردة. لكنيسة العابرين الآن تاريخ، والتاريخ ده ابتدى من سنين طويلة، وكان في تطور كبير في كيف تتعامل الكنيسة مع العابرين، كيف العابرين نفسهم بيتعاملوا مع الحياة إزاي، الأدوات اللي في إيديهم إيه، يعني كان يا إما العابر يفضل ساكت خالص، يا إما بيتكلم ويدخل السجن، أو يضطر إنه يهرب من البلد، أو الكلام ده كله اتغير. الأعداد بقت حاجة تفوق الخيال بالملايين الآن، مش بس في مصر لكن في العالم كله، في دول عربية كثيرة جدا، السعودية، المغرب، تونس، لبنان، الجزائر، اليمن، موريتانيا، والسودان، كتير جدا من العابرين الآن موجودين وعايشين جوه بلادهم، ولكن بيعانوا من مشاكل حقيقية مع المجتمع، مع الأمن، مع الكنيسة. خلينا وإحنا بنسمع النهاردة عايزاكم تسألوا نفسكم، يا رب أنت موديني فين في رحلتي دي؟ إرادتك إيه في رحلتي دي؟ علمني الدعوة اللي أنت دعيني ليها يا رب. خلي قصتك مع المسيح تكون سبب لأنه الكثيرين يسمعوا اسم المسيح ويقبلوا خلاصه أيضا. خلينا نبتدي مع قصة الأخ أيمن، وأنا سعيدة جدا أنه الأخ أيمن يعني لأول مرة يكون على قناة الحياة، يكون في برنامج المرأة المسلمة. الأخ أيمن عابر بقاله أكتر من 30 سنة، ويعني له مكانه في خدمة الرب، ومحبته للرب واضحة وظاهرة جدا. خلينا نسمع من قلبه هو عايز يحكي لنا إيه عن قصته. تفضل. أهلا بيكي أختي أماني، أنا مبسوط أكون معاكي، ده امتياز وشرف ليا، سواء في برنامج المرأة المسلمة أو على قناة الحياة. أعتقد دي أول مشاركة ليا على القناة. أنا ابتديت مع المسيح تقريبا من سنة 89، من تقريبا 31 سنة، دي كانت بدايتي مع المسيح الوقت اللي آمنت فيه، وكملت يعني لغاية النهاردة، أشكر ربنا لسه مع المسيح، وده امتياز لحياتي يعني. تقدر تقول ازاي للمشاهدين ان المسيح غير حياتك ازاي؟ أولا أنا يعني كنت من خلفية شوية متعصبة، أنا شخصيا مش أهلي، كنت من خلفية سلفية، عائلتي ما كانتش متعصبة، بس أنا كنت كان ليا تجربة مع السلفيين من 3 سنين تقريبا ونص لأربعة، وكانت سبب دخولي للرحلة دي
صديق ليا، كان صديق عمري، هو كان آمن بالمسيح، وده كان بالنسبة لي صادم جدا. وكنا في سن صغير، وإنه آمن بالمسيح ده موضوع ما كناش بنسمع عنه. وده يعني حوارات بيني وبينه كتير قوي. هو كلمني عن إيمانه، وكلمني عن اختباره، وعرفني حاجات أنا ما كنتش أعرف حاجة خالص عن المسيحية. في جيلنا زمان ما كانش فيه تعصب، ما كانش فيه حد بيسأل حد أنت مسيحي، يعني إيه مسيحي، ولا المسيحي بيسأل المسيحي. يعني كنا متعايشين في مجتمعنا، مجتمع مصري، من غير تعصب يعني. فعندي أصدقاء مسيحيين عمري ما سألتهم عن إيمانهم، ولا هم بيؤمنوا بيه حتى، ولا اهتميت يعني. فما كنتش عندي فكرة، فكنت أول مرة أسمع منه عن الإيمان المسيحي. طبعا كان في حاجات يعني غريبة بالنسبة لي، وفي حاجات كانت مستصاغة يعني، بس دي كانت البداية. فده استفزني جدا، ولما ابتديت أتكلم معاه عشان أرد عليه ردود، لقيت ما عنديش ردود مقنعة قوي، لأني كنت مسلم عادي جدا زي أي مسلم. يعني لو صلى يبقى كويس، ثقافتي جاية من اللي بنتعلمه في المدارس، من الحاجات البسيطة اللي بيعلموها لنا الأهل، من الميديا. فلقيت إن أنا عندي مشكلة في إن في حاجات كتير مش عارف عن الإسلام. وابتديت من هنا أدرس، وتعرفت على ناس يعني. ودي كانت بقى رحلة البحث الطويلة، لغاية لما انتهت بتفاصيلها كتير قوي، واللي أنا بعتبرها كان وقت يعني جميل بالنسبة لي، لأنه كان مناسب قوي إن أنا أتعرف على حقيقة الفكر اللي أنا عايش فيه، حقيقة الإسلام، غريب قوي على انه المستوى الفكري وعلى مستوى حياتي يعني. يعني غريب، بس انا اتفضل. مستغربة انك بتقول انه ده كان وقت حلو وانت استمتعت بيه. وضح لنا شوية ليه قلت كده. استمتعت لأسباب كتيرة. أولا لأنه اكتشفت حقائق أنا ما كنتش عارفها، وعرفت إن الإسلام الشعبي، إسلام الشارع، ده مش الإسلام الحقيقي يعني. ده إسلام مرتبط بثقافة المصرية الجميلة بتاعت زمان، المختلطة بحاجات كتير قوي، لكن مش الإسلام اللي موجود في الكتب يعني، أو في أصول الدين يعني. فاتعرفت على إسلام تاني خالص، واكتشفت إنه فدي حاجة من الحاجات اللي كانت فارقة معايا، إن أنا بكتشف الكلام ده. تاني حاجة إنه الرحلة دي خلتني أفهم حقيقة الإسلام، حقيقة الزيف اللي أنا كنت عايش فيه. فدي كانت بالنسبة لي تجربة، كل يوم بلاقي مفاجأة، وربنا كان بيكشف عيني على حاجات كتير. تالت حاجة، السلفيين نفسهم طبعا في جزء جهادي، وفي جزء احنا بننكره كلنا كمجتمع، لكن في حياة السلفيين من جوه في ناس عندها إيمان وتقوى، وبتدور بشكل حقيقي عن ربنا، وبيعيشوا التزام حقيقي. بتكلم عن فئة معينة، مش عن كل السلفيين اللي أنا عشت يعني وسطهم. يعني مش السلفيين بيعيشوا المدنيين التزام. أكتر، لكن طبعا احنا ضد القتل وضد الانتهاكات دي طبعا، يعني باسم الدين او باسم اي حاجه يعني. فعشان كده انا بتكلم على النوع المسالم يعني، انه الإنسان اللي طبعا بيبحث بس عن الجهاد ده الله. يعني مارست حاجات كتير، وطلعنا دعوه، وكلمنا ناس عن الايمان، زي الكرازه بالظبط كده. فكانت تجربه ما انساش ابدا. الناس كانوا حواليا كانوا بيحبوا ربنا ازاي، من وجهه نظرهم كانوا عاوزين يعملوا حاجات ترضي ربنا. ودايما دايما بقول كده حتى للكنيسة والمسيحيين، انه للأسف الإسلام كفكرة عامي عيون الناس، لكن الناس في حد ذاتها عاوزة ربنا، مش بتحب لاقيين ربنا، بس الله. ماشية الطريق الغلط بالظبط. يا فعشان كده بعتبرها وقت تجربة كويسة، لأن كشفت لي كمان انه الإسلام ما فيهوش علاقة شخصية مع الله، ما فيش فكر بيوصل لله، وهكذا. تفاصيل كتيرة طبعا في القصة دي. بس مهم قوي انك تقول لنا التفاصيل دي او بعضها، لانه انا شايفه من الوصف اللي حضرتك بتوصفه النهارده انك بتوصف طريق الى الحريه الحقيقيه. كلما اقتربت من معرفه يعني خواء المنظومه الاسلاميه، انت اقتربت من انك ترتاح اكتر، انك انا عارف انا بتعرف على الحقيقه اللي هتوصلني لحقيقه الله. هل ده معقول؟
بصي، هو طبعا التجربة دي كانت مميزة لأنه أنا كنت داخل أعرف عن الله وأثبت لصديقي إنه الفكر الإسلامي فكر حقيقي وفكر الله، وده آخر الأديان. وفي نفس الوقت لا، في علاقة شخصية، أمال الناس دي بتصلي للهوى؟ يعني أنت عاوز تفهمني إن الناس دي كلها اللي بتصلي ومن قلبها، ومش كل الناس بتمثل؟ ولا يعني احنا مرات بنتناول المواضيع بشكلها السطحي، احنا حتى كمسيحيين، ان الناس دي بنتريق عليها من بره يعني، او انه بصوا ازاي بيعملوا حركات ومش عارف ايه. لكن لا، ما اقدرش اتفه الموضوع كده، وان كان عند البعض سطحي، بس عند الاغلبية الناس بتعمل كده عشان ترضي ربنا. انا شايف ان المشكلة الحقيقية، اتفضلي لو في لا، اي حاجة انا كنت هقول اتفضلي. انه احنا دايما على قناة الحياة بننبه الناس انه احنا بننشر الكلمة للانسان الباحث، والمسلم عايز بالظبط. يحب الله وعايز يعرف الله وعايز يتعرف عليه، لكن هو المادة اللي عنده هي اللي غلط، او الطريق اللي عنده هو اللي بالظبط. غلط. وانه يعني فالحته دي اللي اتفضل. اتفضل. نعم. الحته بس اللي كنت عاوز اقولها في الموضوع ده، انه انت كنت مسلمه وعارفه، واوقات كنت بتنادي على ربنا ونفسك تعرفيه اكتر. اللي عاوز اقوله، في مسلمين كتير كده، وده كانت رحلتي. انا كنت عاوز اعرفك يا رب، ودخلت بالاشتياق ده، انا عاوز اعرفك وعاوز اثبت ان ده حقيقي وده فكرك. اللي ربنا عمله معايا في الرحله دي باختصار، وده كان الاساس لتغييري او ايماني، انه الله ابتدى يكشف لي على ان الاسلام والعقيده الاسلاميه للاسف بتعكس صوره مشوهه جدا على الله. ودي اكتر حته انا اتخبطت فيها. يعني انا ما كانش فارق معايا محمد بيعمل ايه، ولا بيمارس ايه، ولا فلان من الصحابه عمل ايه، لكن كان دايما وانا بدور وانا عايش كنت بشوف تعاليم الاله ده، بشوف شخصيه الاله دي بتفكر ازاي، بتدي اوامر ونواهي ازاي. واكتر مشكله قابلتها في الفكر الاسلامي انه فكر عبوديه، لانه صوره الله مشوهه جدا. الله بيتعامل كملك مع عبيد، هو منفصل عنهم تماما. وكل كل الفكر وشخصية الله في الإسلام مبنية على المبدأ ده، فكرة العبد والسيد، صح. الأوامر والنواهي. فدي فكرة كانت صادمة بالنسبة لي، زائد حاجات كتيرة بقى. يعني لما تحللي شخصية الله في الإسلام على مستوى النفسي، يطلع عنده مشاكل نفسية الإله ده، يعني مش بتكلم عن الله طبعا حاجة لله، لكن الصورة اللي بيصدرها الإسلام عن الله صورة فيها تشويه غير عادي، وهي دي اللي بتسمم عقول الناس. فانا اكتئبت في اخر الرحله دي، وما لقيتش لا علاقه شخصيه ولا لها احترمه. وده على عكس بقى ما اتقابلت معاه في الكتاب المقدس ومع المسيح، شخصيه تحترم بتعكس صوره مختلفه جدا عن الله، تقفي قدامها يعني بكل التبجيل، يعني اله عظيم، يعني يستحق العباده، يستحق انك تتبعيه يعني، مش بس. فدي النقط الاساسيه يعني. المجد للرب. طيب، أنا عايزة أتنقل بقى لخدمتك. طب أنت عرفت المسيح وتغيرت وبقى ليك علاقة شخصية بالله، ليه بقى ارتباطك بالخدمة؟ لما جيت للمسيح طبعا بعد الرحلة دي، فرق معايا كان في الرحلة دي قوي كمان، وكان جزء من تغييري علاقة صديقي بربنا، اللي كنت بعيد عن الجدال وبعيد عن الحوارات اللي كانت بتدور بينا. كنت بشوف قد إيه وهو مسيحي وبينمو في الإيمان المسيحي اللي هو اختاره، حياته بتتغير. فده كان تحدي بالنسبة لي كبير قوي، لغاية لما قابلت المسيح. كنت شايف انه احنا اتضحك علينا ضحكه جامده قوي، وانه فعلا لما بنقول الواحد كان اعمى والان يبصر، ده احساس صعب توصفيه لكنه حقيقي جدا. وحسيت ان انا عيني فتحت وعرفت حاجه جميله، عرفت اله جميل، اله بيدي كرامه للانسان، اله بيدي حريه للانسان، بيدي استناره للانسان، يعني موضوع تاني خالص. حسيت قد ايه بالمأساة اللي عايشينها اهلي وعيلتي واصحابي، فما قدرتش اسكت. وبعدين انا كنت سلفي متعصب، وحلال وحرام وادعية والبيت، وعامل لهم قلق يعني. وفجأة طبعا واحد فجأة ساب كل الكلام ده وتحول، فكان ملفت
للنظر، واتكلمت بصراحة مع عيلتي وقلت لهم يعني، ودخلنا طبعا في مشاكل في الأول، ولكن ما كنتش قادر أسكت، وابتديت أتكلم فعلا مع عيلتي، ناس ربنا لمسها من العيلة وآمنت بالمسيح، ناس من صحابي ربنا لمسهم وآمنوا بالمسيح، وابتدى من هنا أحس إنه ربنا بيستخدمني وبيستخدم صديقي وبيستخدم آخرين كمان مش أنا بس، وعددنا ابتدى يكبر، فابتديت أحس إن في حلم بيتولد جوايا. طب ايه بقى احنا هنعمل ايه؟ ولما ابتدينا نحتك بالكنيسه ونشوف، لقينا ان الموضوع فردي جدا، وان الموضوع بيتعمل على استحياء، لان احنا في بلد صعبه، الكنيسه فيها في حاله اضطهاد، ان حد يتحول في الزمن بتاعنا ده كان يعني كارثه، حاجات مش منتشره مش معروفه، غالبا كانت حالات فرديه وفي ناس بتسافر، وانا مش حاسس كنت ساعتها ان انا محتاج اسيب بلدي وناسي، ومين مين هيتكلم ليهم ويقول لهم يعني. فمن هنا ابتدأت الدعوة، من هنا بدأ اهتمامي بخدمة العابرين، وحسيت انه ساعتها ما كنتش فاهم بقى فكرة انه الدعوة والكلام الكبير اللي احنا بنقوله، لكن كانت المواضيع البسيطة، انا نفسي اوصل رسالة الحب والخلاص اللي جوايا، الاله اللي انا عرفته اوصله للناس عشان يفرق في حياتها، وكمان اساعد اخواتي، لانه احنا بنتعرض لاضطهادات كتير قوي بقى على كل المستويات، وسمعت من صحابي والناس اللي جم وانا اتعرضت لحاجات، فابتديت احس انه الموضوع على قلبي ان احنا نتكاتف ونقف مع بعض ونحاول نعمل حاجة. الرائع في اختبار الأخ أيمن أو المشاركة اللي شاركنا بيها في النقطة دي، التعبير عن التحول اللي ربنا عمله في حياة شخص كان عادي، يعني شخص عادي، ما هوش أولا ما كانش متعصب، وبعدين علشان يبحث عن الله دخل في الاتجاه السلفي وكده. لكن مهم قوي انه ناخد من الاختبار ده وناخد من المشاركة دي انه رؤية المسلم اللي حواليك على انه شخص لا يحب الله دي كذبة كبيرة، لانه المسلمين عندهم فعلا حب لله، عايزين يعيشوا حياة فيها امانة مع الله او فيها اقتراب من الله، بس ما عندهمش الادوات، ما عندهمش الطريق، الطريق غلط، الإمكانيات مش موجودة. فيعني نفسي إن احنا نخرج من الجزء ده بإنك تبقى عارف إنه مش بس إنه الناس اللي حواليك محتاجين الرب لأنهم خطاة، ولكن أيضا انظر ليهم على إنهم ناس على عندهم أمانة فعلا في إنهم عايزين يعرفوا ربنا الحقيقي. مش كل كده، لكن دي حقيقة. يعني انا ما اقدرش انظر لعيلتي واقول انه جدتي ما كانتش بتحب ربنا، هي بس ما كانتش تعرف تحبه ازاي، لكن نشكر ربنا انها قبلت المسيح هي كمان. لولا ان امي حبت الله لدرجة انها كانت بتبحث عن الطريق ليه، ما كناش كلنا جينا للمسيح. فانظر للناس اللي حولك من غير ساعات بنحط كده زي فلترز كده على عينينا، احنا شايفين المسلمين قساة وكذا وكذا، لا دي مش حقيقة، دي مش حقيقة. علشان كده بتشوف ان العابرين اللي بيجوا من خلفية إسلامية عندهم تصميم على انه يكونوا تابعين للرب، وانهم يقولوا بقى للي حواليهم. لكن الكلمة اللي بعد كده انا الحقيقة عايزة قبل ما ننتقل لنقطة الاضطهاد اللي واجهته كنيسة العابرين في الوقت ده، عايزاكم تلاحظوا حاجات. إن ده تاريخ طويل، في الأول من 30-40 سنة ما كانش في تعصب شديد كده ضد العابرين لأننا كنا أقلية، دلوقتي بقينا بالملايين، فبقى في ظهور واضح. فصورة الاضطهاد تطورت وتغيرت مع السنين دي كلها، وإنه بالنسبة للمسيحيين دعوة صديق كانت حياته تمثل المسيح في كل شيء، كانت سبب في إنه هذا الشخص يبحث عن الله. لو أنت النهاردة بتبحث بقى عن الله، ولو أنت في المرحلة دي، ابحث وأنت شايل من مخك الخلفيات الإسلامية اللي عندك عن صورة الله، لأنه زي ما سمعنا من الأخ أيمن،
صورة الله الحقيقي مشوهة في الكتب الإسلامية، مشوهة في العقيدة الإسلامية. فلو فتحت قلبك الله هيعلن ليك شخصه. بما إننا بنتكلم عن خدمة العابرين، خلينا نرجع نسأل الأخ أيمن عن إيه أنواع الاضطهاد اللي مروا بيه في هذا الوقت. دور الكنيسة في الوقت ده كان غايب تماما، وكان صعب عليها، مش بلومها، لكن نتيجة ظروف كتيرة كان صعب عليها يا إما تثق في العابر أو إن هي تواجه الأمن والدولة وكده، يعني ده موضوع تاني يعني. بس فدي كانت البداية بالنسبة لي عشان أبتدي الخدمة دي وأبتدي أهتم بإخواتي وبقضيتنا كعابرين. ومن هنا بعد ما حسيت انه يعني الله ابتدى يحط الدعوه دي في قلبي، ابتدينا فعلا نعمل نلم بعض، نصلي مع بعض ببساطه يعني، نشجع بعض. الاهل عندهم مشاكل مع اهله مثلا بيطردوا، ودي كانت البدايات البسيطه لغايه لما حصل لنا في وقت مشكله كبيره قوي، كانت مشكله امنيه جامده في مصر، وأصدقائي اللي كانوا معايا يعني حصل لهم اعتقال لمدة 10 شهور، وكانت قضية كبيرة جدا، وشافوا طبعا في الاعتقال ده أنواع تعذيب من كهرباء وتعليق وضرب وحبس انفرادي، كل أنواع الانتهاكات اللي ممكن تتخيليها ولا تتخيليها يعني. والوقت ده كان صعب يعني، حتى كان مفاجأة للأمن إن في أعداد موجودة في مصر ما بقتش حالات فردية، بقينا مجموعات وبقت تكبر. وبعد وقت الاضطهاد ده، لأنه دي تفاصيل كتير قوي، وكان في ضغط وقتها لحقوق الإنسان، وكان في دور مهم لحقوق الإنسان وقتها، اكتشفناه إنه العالم يسمع عننا، العالم يصلي من أجلنا، الناس تتكلم باسم الناس المعتقلة دي وتنادي بالحرية ليهم. ده كان موضوع مهم جدا، وأعتقد ده دور مهم جدا للكنيسة إن هي تستوعبه وتستخدمه وتفضل مستمرة إن هي تعضد المؤمنين، مش لازم بس منظمات حقوق إنسان، المؤمنين والكنيسة العالمية لازم تبقى دايما على دراية إيه اللي بيحصل في المجتمعات. ودايما زي ما قناة الحياة عملت مبادرة الوقت اللي فات لحركة الصلاة للعابرين، إن إحنا دايما يكون عندنا مبادرات للحاجات. طب ف خليني أسألك، ده كانت سنة كام بداية حملة الاضطهاد دي؟ الاضطهاد سنة 90 91، احنا كان سنة 89 بعد إيماني بشهور ابتدينا مع أحد الكنائس نعمل مجموعات تلمذة، وبعدين الموضوع وصل للأمن فابتدى يقبض على القادة فقبض. فأصدقائي دخلوا، أنا ساعتها يعني كنت في الجيش معرفوش ياخدوني، بس ده طبعا استدعاءات، ووصل الموضوع من الأمن للمخابرات العسكرية، كان موضوع كبير قوي. لكن أشكر رب يعني في الآخر خرجنا، أو هم خرجوا يعني، وابتدينا من جديد بصراحة يعني، كملوا رغم اللي تعرضوا له ورغم الصعوبات. والمشوار بدأ سنة 92 تاني. أنا في الوقت ده تعرفت على أخويا الحبيب هارون، كان يعني كان نازل يدور على الناس اللي اتحبست ويفتقد اخواته ويدور علينا، ودي كانت بداية معرفتنا بيه، وان احنا بعد كده يبقى لنا شركة في خدمة كبيرة قوي. الخدمة بدأت بان احنا بقينا حاسين لا احنا لازم نعمل تاني، احنا لسه احياء ما جربناش حاجة، ما متناش يعني، لكن هنكمل مهما كان الاضطهاد، احنا لسه سلام هنكمل. وفعلا كملنا، والتحديات اللي بتقابل العابرين بقى كتير قوي. مع كل اضطهاد دايما الرب بيجيب بناء جديد، معجزات، يعني عجائب بتحصل بقى ما كنتش تتوقعها. انا يعني وانا بسمع الاخ ايمن بيتكلم في حتة الاصدقاء والعابرين، المجموعة اللي دخلت السجن وكده، اعتقد انك لو اتكلمت مع العديد من العابرين في يعني السنين الماضية كلها، هتلاقي ان لكل واحد مننا قصة عن مجموعة من العابرين اتحبسوا وتعذبوا، وكلها مع مجموعات مختلفة، كلها كانت يعني أنا جيت للرب من 40 سنة أو أكتر،
الأخ أيمن من 30 سنة تقريبا، فيعني أنا عارفة إنه كان في مجموعة في وقتي أنا كمان اتحبست واتبهدلت وتعذبت واضطروا يسيبوا مصر وحقوق الإنسان اتدخلت. فدائما ستجد في شهادة كل عابر في حاجة زي كده، ده في حالة الناس المتصلين بالخدمة شوية. لكن أنا عايزة أقول حاجة، إنه مع كل اضطهاد ربنا بيجيب بركات. اتفاجئت إنه يعني ارتباط الأخ أيمن بالأخ هارون إبراهيم وهو مدير ومؤسس قناة الحياة كان في التسعينات. الاضطهاد اللي وقع على الكنيسة ده كان سبب في إنه ينزل ويشوف إخواته ويبقى في وسطهم، والعابرين دايما يتلموا في الحاجات دي في الأوقات الصعبة دي، لأنه إحنا مش بنلاقي الكنيسة اللي بتحتضن في الوقت ده. لكن وهو بيتكلم أنا حسيت، قلت يا رب يعني أنت بداية فكرة قناة الحياة كانت موجودة في قلب هذا الرجل اللي ربنا استخدمه بعد كده علشان تكون دي وجهة للتبشير في وسط المسلمين وكنيسة للعابرين على الهوى في أي وقت. فاحلموا إن الرب يستخدمكم، احلموا إن الرب يعني ما قال أيمن يعني دي كانت بداية الحلم بقى بالنسبة له. احلم إن الرب يستخدمك بقوة، إنك تكون مستخدم في بلدك أو في خدمة أو بره بلدك أينما كنت، ما دمت تحمل اسم المسيح احلم إنك تكون مستخدم بقوة منه، لأن ده قلب الله ليك. خلينا نشوف إيه أنواع الاضطهادات، نسمع مع أيمن إيه أنواع الاضطهادات اللي ابتدوا العابرين بقى يمروا بيها في الوقت ده. والحقيقة لو يعني هنتكلم مش بس على الوقت ده، دي كانت بقى بداية ظهور المشاكل اللي بتظهر في مجتمع العابرين. يعني أما بنكبر وبنكتر احتياجاتنا بتكتر، فبنبتدي نتواجه بقى بالصد ضد انه ان احنا نبقى مقبولين في المجتمع، مقبولين في الكنيسة، مقبولين من الامن، عندنا ادوات حياة. خلينا نسمع ده حصل ازاي في الوقت ده. فكان عندنا تحديات على كذا مستوى. أولاً أنت عندك تحديات بتقابليها على المستوى الاجتماعي، إن العابر بيطرد من عيلته، فالعيلة أول محك صعب. فعندك عائلات بقى بتطرد، بتضرب، ممكن توصل للقتل. بيسلموا الناس لأمن الدولة. ليا صديق أبوه خده وحطه في زنزانة، كان عنده 16 سنة مثلا، أو يعني كان يعني لسه ما تعرفيش هو طفل ولا كبير، يعني هو لسه في مرحلة مراهقة، وكان ربنا اتعامل معاه ومش فاهم، حطه في زنزانة. وهو كان فاكر كأب يعني إن هو بيخدم ابنه، ودي مأساة ليها تأثير غير عادي على حياته بعد كده. بنتعامل نجسين، بياكلوش معانا، حاجات كتير قوي 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 تفاصيل. الأهل تفقدي صحابك حواليكي، سواء لأنك خايفة تقولي لهم بعد العابرين يعني، أو إن أنت بتقولي لهم وهم بيرفضوكي. اللي بيشتغل في العمل بيبقى تحت تهديد، فدي واحدة تحديات. بعد كده على المستوى الاجتماعي، العابر بيقابل مشاكل في الزواج، سواء إنه يلاقي شريكة حياة من عابرة زي، أو هي تلاقي عابر زيها مناسب. وفرصة البنات أصعب، لأنها لو ما لازم تتجوز عابر، لكن العابر ممكن يتجوز ممكن مسيحية، وإن كان ده برضو صعب يعني واقعيا. العائلات المسيحية بتبقى قلقانة وخايفة وعندها مشاكل في الموضوع ده كتير. كل حاجة من دول قصة كبيرة يعني، أماني كل حاجة من دي تحتها تفاصيل، بس أنا بقول الخطوط العريضة. لو تربية الأطفال، عندنا مشكلة في تربية أطفال بيتكتبوا مسلمين في شهادات الميلاد، بيتربوا مسيحيين في البيت، ازدواجية بشعة، أهالي كتير سابوا بلادهم وأماكنهم ومكان راحتهم عشان الموضوع ده. غير إن الأطفال بيحصل تأثيرات نفسية للي بيبقوا كمان بيقدروش يمشوا ولا يسافروا، تأثيرات وحشة جدا. كمان عندنا مشكلة مع الكنيسة المحلية بالذات في مصر، أنا بتكلم عن مصر. في بلاد زي شمال أفريقيا ما فيش كنيسة،
المسيحيين المؤمنين من خلفية إسلامية، هم الكنيسة يعني. تطورت مع تطور وزيادة عدد العابرين، لكن العابرين ابتدوا يلاقوا طرق يتعاملوا بيها مع المشاكل دي. ومن أهم الطرق اللي ابتدوا يتعاملوا بيها مع المشاكل دي إن هما يبتعدوا عن الأمور اللي لا تعطي مجد لله مثلا. فابتدى مثلا العابرين اللي كانوا ممكن ياخدوا اسم حد ويغيروا أوراق وحاجة زي كده، ابتدوا يبتعدوا عن ده علشان خاطر ما يكسروش القانون. فالحقيقة انه العابر والعابرة ممكن يقاسوا عشان ما يكسروش القانون ويبقوا ملتزمين النهاردة الغالبية العظمى منهم علشان يعطوا مجد لله. فأنا شايفة انه في تطور في الأمر ده، واحنا بنشجع على الالتزام بالاستناد على يد الله وفقط. خلينا نشوف الجزء الثاني بقى في موضوع الكنيسة بالذات. احنا بننظر بقى لعمل ودور الكنيسة دلوقتي، وصلي إن الله يجعل هذا الكلام سبب لتغيير وإعادة ترتيب من الكنيسة. اتفضل. وتاني حاجة من التحديات اللي بتواجهها هو التحدي الأمني طبعا، وفي أمور قانونية يعني، مش بس الأمني، الاعتقال والأمور اللي بنتعرض لها والانتهاكات والتعذيب وكل ده. أولا عندك مشكلة الهوية، بالذات مصر ما لسه بيتكتب في البطاقة بتاعتنا مسلم ومسيحي، التصنيف ده ما بقاش موجود في حتة يعني، لسه عندنا مشكلة فيه، وعندنا حرب جامدة يعني ونفسنا يحصل تغيير في القصة دي، تبقى في قضية. وأنا بشجع من هنا أي عابر موجود بره مصر، بلاش أشجع اللي جوه مصر، مش عاوز أغامر بيهم يعني، لكن لو ناس مهتمة إحنا ممكن نتكاتف ونعمل قضية عشان نساهم في تغيير القوانين دي مع بعض، لأن إحنا لينا مصلحة في الموضوع، لينا حاجة إحنا محتاجينها نعملها وتبقى مفيدة لكل المجتمع. فدي حاجة. تاني حاجة، في أمور قانونية صعبة بقى، أنت ممكن تفقدي حقك في الميراث، في عابرين كتير فقدوا حقهم في الميراث، اتحرموا من كل حاجة واترموا في الشارع، فمالكيش أي حق قانوني، أنت كافرة يعني. تاني حاجة إنه في ناس ممكن عيالهم يتاخدوا منهم، صحيح ده ما حصلش بشكل كتير، لكن ده ممكن يحصل، من حق الأهل إن هم ياخدوا الأولاد ويحرموا أبوهم وأمهم منهم العابرين يعني. فدي تحديات جامدة جدا. طبعا إحنا ما عندناش قانون ردة، لكن هم بيتحايلوا على القانون ويعملوا فكرة الازدراء والتحقير والإخلال بالوحدة الوطنية والأمن، مش عارف إيه يعني، بيلاقوا لنا كده صيغة يعني يحبسونا بيها يعني لو هم عاوزين. في تحديات كمان من التحديات الصعبة جدا، واللي أعتقد إن إحنا لقيناها على مستوى الخدمة، واللي أنا حابب كمان يعني أحط الضوء عليها جامد قوي معاك يا أماني، إنه التحديات النفسية، ودي أمور ما طرعتش في حياة العابرين وتجربتهم. إحنا بنمر بتروما، 100,000 تروما يعني، قرار الإيمان حد ذاته تروما، فمحتاج تقصد إنها صدمات نفسية؟ أيوه بالظبط. فقرار الإيمان قرار صعب، ومش كل العابرين عندهم الوعي إنه يعبروا ويقولوا إن دي مشكلة أو يعبروا عن اللي جواهم، هم بيعيشوا المشكلة وبتحصل على حياتهم. مشكلتنا إن دي بتأثر جامد في حياة العابرين، وبتأثر كمان في نموهم الروحي، لأن هو بيبقى طول الوقت فاقد لأهله وفاقد لأصدقائه، عنده أزمة هوية، عنده 100,000 مشكلة وفي صراعات دائمة، وكل الناس اللي بتشوفه في الجانب الآخر مسيحيين إنه إيمانك بقى بنتحط في برواز كده معين، ومعايير خاصة بالكنيسة والشخص اللي من خلفية مسيحية بيحطوا لنا مقاييس كده معينة عشان أبقى ينفع أبقى شكلي مؤمن أو مسيحي أو أتصدق، غير مراعيين بالمرة كمية الإحساس بالرفض وإحساس بالمعاناة والإحساس بالصراع
فمجرد ان اي حد بيدخل شويه في صراع او بيحصل له مشكله بقى خلاص بتشكك في ايمانه، بتشكك في مصداقيته، ودي ازمه كبيره قوي. انت طول الوقت عاوزه تثبتي، طول الوقت بتدافعي عن نفسك، طول الوقت في صراعات، وفي نفس الوقت بتحبي ربنا وعاوزه تتطوري في علاقتك مع ربنا وعاوزه تلاقي حد ياخد بايدك، فانت لا بتلاقي الاهل في البديل، يعني اهل بدل اهلك يعني تدفي فيهم، ولا بتلاقي التلمذه اللي تقدر تفيدك، اللي تكون بتراعي خلفيتك الثقافيه وبتراعي تحدياتك، تكون تلمذه بتتفاعل بشكل حقيقي مع الخلفيه اللي احنا جايين بيها، مع الصراعات اللي احنا بنمر بيها. فاحساس بفقدان الثقه وما بتلاقيش حد يشجعك انك يبقى لك دور، فانت بتلاقي نفسك وسط الجسد تتعاملي درجه تانية ولا ثالثه ولا عشره. الكلام ده طبعا اتقال كتير والعابرين بيقولوه، بس الموضوع ده خارج من صراع غير عادي، من الصدمات اللي بنتعرض لها، والكلام ده ما بيتبصلوش بشكل اكاديمي وعلمي عشان نقف ونعالجه ويبقى في منهج روحي نفسي نقدر نتعامل فيه مع العابر، نقدر وحضرتك بتقول نستوعب الكلام أكاديمي ده. وعلمي، لكن هو الأساس وده حقيقي واحنا محتاجينه، لكن الأساس إنه احنا لازم ننظر إلى منهج روحي يعيدنا إلى الطريق الصحيح في التعامل مع المؤمنين الجدد من أي خلفية. لكن الكلام ده بيتقال كتير صحيح، واحنا على كل برامجنا اتكلمنا عنه، مش بس برنامج المرأة المسلمة، لكن الواقع اننا محتاجين تغيير جذري جوه الكنيسة. احنا في محتاجين جماعة المؤمنين علشان يفهموا ازاي يقبلوا الاخر. احنا بقينا الاخر دلوقتي، you know؟ ايوه بالظبط، احنا بقينا الاخر بالظبط. هتلاقوا انه دايما في اي صراعات بنتكلم عنها واي يعني امور صعبه العابرين بيمروا بيها، هتلاقي ان احنا دايما هنعود للكلام عن جسد الرب، لانه احنا محتاجين ان احنا كجسد الرب نحتمي ببعض، نتعلم من بعض. يعني ايمن بيقول ان احنا يعني بنيجي واحنا عندنا صدمات، عندنا احتياجات نفسية، فقدنا حاجات كتير. انا بفتكر انه انا نفسي وقفت في نص الرحلة وقلت انا تايهة، انا مش عارفة طب اروح اتعلم فين، طب حد يساعدني يعني، طب حد يفهمني، علشان الخلفية اللي انا جاية منها محتاجة تعليم وصبر وقبول ومحبة اللي هي من صفات المسيح. فبصلي انه النهارده دي تفتح عينين الكثيرين. انا ما زلت خادمه الرب على قناه الحياه بقالي تقريبا 13 14 سنه، ممكن اقابل ناس في الشارع او في اجتماع او اي حاجه ويتساءلوا كده، هل عمرك حبيتي ترجعي للاسلام؟ يعني تخيلوا انه هل الكنيسه هتقبل العابر والعابره كما هم امتى؟ يعني نعمل ايه بقى؟ انا حطيت حياتي في الخدمة اهو، عايزين ايه تاني؟ لكن السؤال دايما موجود، السؤال لقلب الكنيسة والقلب جسد الرب لازم يكون واضح ليكم النهاردة. خلينا نكمل. أنا معاكي طبعًا، دي جزئية طبعًا، المنهج الروحي ده قصة كبيرة، لكن كمان المنهج الروحي لازم يبقى بيراعي جزء منه الأبعاد النفسية، يعني الشعور لعدم الأمان، فقدان الثقة، الشعور بالرفض، الشعور بالاضطهاد، الانعزال والوحدة، والشعور بالاغتراب، كل دي مشاعر موجودة عند العابرين كلهم ودي بلا مشاعر استثناء. حقيقية يعني جدًا كلنا جدًا مرينا بيها كعابرين. طبعًا 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 بس أنا هرجع أقول إنه ده برضو هيرجع يتغير، هي مشاعر نفسية حقيقية وإحنا بنمر بيها، لكنها هتتغير بالفهم الروحي للحضور الله في حياتك. طبعا حياتنا الروحيه وعلاقتنا مع ربنا اساس لكل التغيير، ولكن كمان انا بشوف ان في جانب علمي نفسي محترم نقدر يتدخل في جزء من الموضوع زائد علاقتنا الروحيه طبعا، لا ده أكيد، أنا مش والاثنين دول مختلفة معاك مهمين. في النقطة دي على فكرة، لا أنا موافقة يعني على قصدي ده. مكملين لبعض، أي يبقى مكملين لبعض، لانه
احنا محتاجين كمان يعني في علم بيقول ازاي نتعامل مع الاحاسيس دي، بفقدان الثقه، بالشعور بالربط، في حاجات ادوات تقدر تساعدنا، زائد طبعا اساسنا الروح. طبعا زي ما حضرتك قلتي ان الكنيسه، ودي واحده من القضايا الكبيره قوي للاسف، انا شخصيا كنت في وقت بقول، وانا مش عاوز الكلام ده يتفهم بشكل سلبي يعني، لكن بقول انه انا شخصيا لقيت معاناه، وكثير من اخواتي يعني، يمكن انا اقلهم، مش اكتر واحد فيهم، انا اقلهم يعني، لان انا كنت مشاكس شويه، لقوا معاناه مع الكنيسه اكتر ما لقوها مع امن الدوله مثلا يعني، مش كل العابرين بيروحوا امن يعني، او بيتبهدلوا يعني بشكل صارخ يعني. المعاناه هنا مش شكوى من الكنيسه، ولكن الوضع اللي الكنيسه فيه، بالذات في بلد زي مصر عانت من اضطهاد سنين كبيره، عندها احساس هي منعزله، عندها احساس بالخوف، واحنا تيار جديد على الكنيسه يعني، ما كانتش عامله حسابه شكلها، فعندنا ازمه انك تخش ويثقوا فيك، وانه تتعامل ويبقى لينا دور في الكنيسة فعال، وإن نلاقي فيه زي ما حضرتك قلتي فيه منهج وفي تلمذة واستقبال، نلاقي عيلة، نلاقي الحاجات. طبعا هي الأزمة، مش بعمم، مش الأزمة إنه بعمم يعني، يعني الأزمة إنه الكنيسة ما تبقاش مستعدة لهذا التيار، لأنه مش بس تيار جديد، لا هو تيار كبير، الأعداد هو تيار ضخمة. بقى كبير. نعم بالظبط، هو احنا عددنا زادت واسرع مما الكنيسه كانت متوقعه كمان يعني. طبعا مش بلوم الكنيسه في كل حاجه، لكن بلومها ان هي الام، هي يعني هي الكبيره المفروض، فدايما احنا بنلوم الكبير مش الصغير، احنا اللي جايين ومحتاجين الاحتواء وكده، لكن طبعا قادر اشوف انه ليهم اعذارهم في حته، وفي حته تانية انا بعتقد ان الكنيسه، وانا بشجعها من المنبر بتاعك، ان هي تبذل مجهود شويه. مش بشكك في اتجاهات الناس، وبالعكس انا بعرف ناس كتير، ومش بعمم، بعرف ناس كتير اتقياء وجمال وبيخدموا بقلبهم وبيحطوا حياتهم، وانا في حياتي ناس كتير جت يعني كانت خدمت حياتي بشكل رائع، من مسيحيين، من خلفيه مسيحيه ومن الكنيسه يعني، ما اقدرش انكر انه مدوا ايديهم كتير، ولكن ما زالت الخبره قليله، ما زال العمل مش منظم، ما زال المحنه حاجه كده كانها لسه ظاهره، ما اعتبروهاش جزء من الجسد حقيقي، وحاجه لازم نقف عندها ونخطط لها ونفكر فيها وننظمها ونعرف ازاي نستوعبها ونتعامل معاها. هي دي الازمه. نعم. انا بشجع الكنيسه ان هي تاخد الموضوع بجديه اكتر من كده، ده وبدراسة حقيقي، وشكل ده حقيقي. طبعا تحليلي وعلمي أكتر من كده، طبعا طبعا، لأنه الموضوع ما يبقاش عشوائي وشوية مجموعات هنا وشوية مجموعات هناك، ونجري حبة هنا من الأمن وحبة هناك، وندي المناهج بتاعتنا وخلاص المسيحية. يعني بص، حضرتك بتتكلم، انا افتكرت في فترة من الفترات كانوا الناس بيقولوا قناة الحياة والناس اللي بتيجي للمسيح وكده، انتوا بتعملوا ايه عشان تتلمذوهم وكلام من ده، في الفترة الأولانية يعني الأعداد كبيرة واحنا عندنا يعني ناس بتتابع وكده، لكن ده كان سؤال الناس، انتوا بتعملوا ايه علشان تتابعوا الناس دي وتعملوا لهم تلمذة. أنا شايفة إنه في تطور كتير جدا في خدمتنا في المتابعة والتلمذة وربط المؤمنين بالكنائس وكل ده، لكن أنا شايفة إن الأمر انعكس دلوقتي على الكنيسة. الكنيسة ما زالت في الحقبة اللي إحنا هنحاول نبشر بطريقة مستخبية شوية، إحنا هنحاول نساعدهم بطريقة يعني معرفش، يعني ما هيش الكرازة للمسلمين وخدمة العابرين، ما هيش في المستوى الأول في خطة الكنيسة. هو احنا مش في الخطة اصلا، مش في المستوى الاول ولا العاشر يعني، احنا زي ما قلت لحضرتك اعتقد ان احنا لسه في الاطار الظاهرة اللي بيحاولوا يعني ايه
يعني لموها بأي شكل من الأشكال عشان ما نعملش فضايح، ما نعمل لهمش تهديد، ما نعملش مشاكل، يعني إحنا في السكة دي. لكن ما فيش حاجة، لكن إحنا العابرين عاملين طبعا، يعني طبعا إحنا يس عندنا حاجات كتيرة معمولة، وقناة الحياة عاملة شغل. وكمان أنا شايف إنه التلمذة مش إن أنا بجيب العابر وأحطه الفصل في الفصل الدراسي وأقعد أديله درس كتاب أو أسمعه وعظة. حلو طبعا الكلام ده جميل وحلو، لكن الكلام ده مش بيفيد ومش بيبنيه، بالذات إنه عنده خلفية ثقافية مختلفة، مش ما حضرش مدارس أحد. يعني لما ساعات بقول إخواتي وأصحابي الخدام، يعني العابرين دول ما حضروش مدارس الأحد معاكم، يعني عشان يكون حافظين الكتاب زيكم، أو يعني اتزرع فيهم من الصغر حاجات إحنا جينا على كبر، فمحتاجين شغل جامد قوي عشان الحاجات دي تدخل حياتنا ونفهمها ونستوعب الإيمان المسيحي. فلازم يبقى فيه شغل مدروس منظم مفهوم، واحنا بنشتغل على الموضوع ده بصراحة. احنا وانا شخصيا انا بحس ان جزء من دعوتي في التعليم والتدريب، فبحاول اساعد اخوات ليا كتير قوي في الحتة دي، وازاي احول ثانك يو الايمان والحاجات اللي بنتعلمها في الايمان المسيحي. احنا مش هنخترع العجلة، بس ازاي ناخد المبادئ المسيحية والمفاهيم المسيحية وننقلها بالطريقة اللي يقدر يفهمها العابر بثقافته، ونقدر نخليها ازاي تبقى مؤثرة في الصورة المشوهة اللي عنده، فنصحح له الصورة دي ازاي. ممتاز فهي دي الفكرة، يس ازاي اصلح صورة الله المشوهة في حياة العابر اللي هو جاي بيها، عشان اوصلها صورة المسيح، الصورة الجميلة اللي احنا اختبرناها، المخلص الاب، مش السيد والعبد، لكن الاب والابن اللي بيحب ولاده. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، ده فكده رائع يعني. جدا ورؤية ومنظور في أمل كبير، وإحنا كلنا فعلا شغالين في الاتجاه ده، وأنا بشكر الرب من أجل العابرين اللي وقفوا علشان يعني ياخدوا بإيد إخواتهم ويطلعوا للخطوة اللي بعد كده. أنا بشوفها كده بالروح، إنه كل واحد فينا بيشد التاني يطلعه على السلمة اللي بعد كده، وخطوة خطوة يعني يقادوا إلى إنهم هم نفسهم كمان يكونوا قادة لإخواتهم. آمين آمين. وده الحلم، وده الحلم، والحلم بيتحقق أهو، إحنا شايفينه ده بيتحقق. حقيقي. يعني عايزة أقول لكم يا إخواتي، اوعوا تبطلوا تحلموا إن ربنا هيغير بيكم كتير في الأرض اللي أنتوا عايشين فيها. اوعوا تبطلوا تحلموا انه ربنا هيستخدمكم تكونوا سبب في الشفاء بين الفجوة اللي بين الكنيسة والعابرين. احنا النهاردة ربنا بيعتني بينا حتى لو احنا غير معتنى بينا من الجهات اللي احنا بننظر ليها، لكن ده بيزقنا اكتر لاننا ننظر الى الله بذاته. لكن انا مؤمنة انه الفجوة دي هتتسد، وهيكون في عمل مشترك، وهيكون في اهتمام من الجسد وكنيسة العابرين. خلينا نشوف، أنا سألت أيمن يعني ليه إيه مشكلة الأمن مع العابرين؟ ليه بيخافوا مننا؟ خلينا نسمع. ليه الأمن بيعتبر العابرين تهديد لأمن الدولة؟ أمن الدولة في مصر بيعتبر العابرين تهديد لأسباب كتيرة. أولا الأمن من قبل العابرين بيعتبر المسيحيين في مصر مش مواطنين، يعني كأنهم غرباء عن البلد. مسيحيين دول وبالذات المسيحيين الإنجليين دايما بيتعاملوا معاهم بإحساس المؤامرة، إن هم ليهم علاقة بالغرب، إن هي كنيسة غربية. فدايما عند الأمن توجس لما بيجي أجانب الكنيسة. أنا زمان لما كان بيستدعوني في الأمن كانوا بيسألوني إن الكنيسة مين الأجانب اللي بيجوا فيها؟ يا جماعة يعني دول ناس جاية توعظ عادي، يعني بيقولوا كلام ربنا ومن الكتاب المقدس، يعني ما فيش، ما بيعملوش أي حاجة، ما بيخططوش لانقلاب مثلا في البلد. لكن دايما عندنا التوجس ده وإحساس المؤامرة موجود، بالذات مصر يعني، ومرت بأحداث كتيرة وما زالت بتمر بأحداث كتيرة، في جزء منها طبعا مؤامرة، بس مش الكنيسة. الكنيسة مش هتعمل، فهم لأن الكنيسة منعزلة، ولأنها عمرها ما كانتش واضحة قوي للمجتمع، فهي كمان مش واضحة للأمن، فهم مش فاهمين.
يعني القصة بالظبط، الناس دي بتعمل ايه بالظبط؟ وكان في اشاعات في مصر عن الأديرة فيها أسلحة، وإن إحنا بنذبح العيال، والحاجات اللي بتتقال نتيجة عدم وضوح إيماننا المسيحي مرات بتترجم غلط. فدي أول حاجة، فأنت عندك أصلا يعني ميراث من قبل ما أنت تبتدي الكنيسة واخداه، أو عند الأمن تجاه الكنيسة. أنت بقى لما بتيجي، أولا أنت بتخوني دينك، يعني واللي بيخون دينه وأنت عارفة كويس قوي بيسيب دينه، ده يعني راجل كافر وعار وملوش امان. بقى انت سبت دينك، فانت ممكن تعمل اي حاجه في الدنيا. فساعات كانوا بيتعاملوا معايا لاني جاسوس مثلا في امن الدوله، انا المخابرات مش عارف قالت ايه، انت بتسافر تعمل ايه، انت مش عارف. يعني يا جماعه، انا مره قلت للضابط، قلت له على فكره انا مسيحي مش جاسوس، انا بحب بلدي جدا، احنا بنعمل مؤتمرات وليالي صلاه عشان نصلي عشان مصر. وانا فاكر كان عندنا 3 ايام اتعملوا من سنين على بعنوان مبارك شعبي مصر، الكلام ده من قبل الثورة بكتير، من سنين طويلة قوي. وبنصلي عشان حكامنا، الكتاب بيقول لنا كده. فقلت له، فأنت ليه بتتعامل معايا يعني جاسوس؟ يعني أنا راجل بقيت مسيحي بس. فهو بيحسه بقلق، وبيفضل متوجس، وإحساسه إن أنت ممكن تكوني يعني انت بعت دينك، فانت ممكن تبيعي وطنك وممكن اي حاجه. لا بالعكس، احنا وطنيين جدا، وكنت دايما بقول كده، ودي حته مهمه جدا العابرين يبقوا فاهمينها ودايما يصدروها، ودايما يكون عندهم الاحساس ده، لانه احساسنا بالمواطنه ده موضوع مهم على فكره جدا في هويتنا وفي ايماننا. بس إحساسنا ف بالمواطنة ده يعني حاجة بيعلمها لنا الكتاب، بس المواطنة بصورة مختلفة. الفرق هنا إنه المسلم يعني إنك تسيب الإسلام أنت يعني بتخون الدولة نفسها، لكن بالظبط في بالظبط المسيحية ما فيش ده. يعني المسيحية طبعا، بتقولك صلي من أجل بلدك، صلي من أجل القادة، طيع القادة، قدم محبة. الفرق في التعليم كبير وواضح طبعا جدا، ودي من أهم الحاجات اللي كنت حابة إنك توضحها لنا النهاردة. إيه مشكلة الأمن مع الكنيسة أو مع العابرين بالذات؟ لأنه هل العابر في حياته اليومية بيعمل حاجة تهدد أمن الدولة؟ خالص. هي في جزئية كمان هم بيقلقوا منها، جزئية المجتمع. يعني لو يعني هو الأمن دلوقتي طبعا غير زمان، كان بيتقبض علينا زمان عشان إيماننا والموضوع كان صادم بالنسبة لهم. دلوقتي بعد الأعداد الكبيرة اللي هم بقى بيشوفوها، خلاص ده بقى أمر واقع. فالنهاردة هو الأمن مش عاوز إنك تبشري، لأن التبشير بالنسبة له اعتقد مش قضيه انك تجيبي حد للمسيح ولا لا. ما انا بقيت احس ان بقى مش فارقه معاهم، يعني مش عارف احساسي ده صح ولا غلط، لكن احساس انه انت طالما طلعتي للمجتمع وتبشري او بتتكلمي او بتعلني، انت بتسببي ازمه في المجتمع. والنهارده الامن مش عاوز مشاكل، مش انت بس، لاي حد. يعني حتى ثوار الميدان وقت الثوره النهارده لما في حد بيتكلم، هم بيتشدوا برضو للامن. الملحدين او لا بس ده النهارده غير كلام، زمان، لا يعني الملحدين نقدر زمان ما نقول كانش ان حد الكلام بيتكلم. ده يعني مش واقعي قوي، لانه عندك تبشير المسلمين للمسيحيين، والمسيحيين اللي بياخدوهم ينصروهم ويخطفوهم والكلام ده كله، ما هو ده موجود برضو. يعني ليه ده ما بيسببش هذا اي موجود مشاكل طبعا، في الامن؟ ولكن مع لانه واقعيا انت في في بلد، مشاكل. لان دي الاغلبيه. ما وهم لما بيحصل دلوقتي، لما بيحصل مشاكل لمواضيع اسلمه البنات مثلا اللي كان من زمان، دلوقتي الامن بيحاول يتدخل ويحل المواضيع بهدوء. بس فالوضع الامني دلوقتي، العابرين موجودين، هم عينيهم عليهم، بيتشدوا طبعا من وقت لاخر لاسباب مختلفه. العابرين وأتباع المسيح هم ناس بيتبعوا الله المحب البشر اللي عايزين يكونوا نافعين في مجتمعهم. احنا مش تهديد على حد، بس انا عايزه اخد الدقيقه دي واقول لكل عابر وعابره بيسمعوني، انا عايزاكم تتصلوا بينا وتشاركوا معانا اختباراتكم. شايفين قد ايه اختبار بيتقال بمعرفه الرب يسوع عمل ايه في تاريخك انت
كعابر وانتي كعابرة ليكم تاريخ مع الرب. التاريخ ده ما يخصكش انت لوحدك، ده يخص كنيسة العابرين. فأنا بصلي انه اتصلوا بينا، ابعتولي على الفيسبوك او ابعتولي على رقم الواتساب، ونحب جدا ان احنا ناخد اختباراتكم ومشاركاتكم. خلينا نسمع المقطع الاخير. واللي عاوز اقوله، احنا مش ضد بكلامنا ده كنيسة، بالعكس انا بشجع الكنيسة من المكان ده، واحنا كمان كقناة وكرؤية بنشجع الكنيسة ان هي يبقى عندها خطوات ايجابية. احنا مش بننتقد لمجرد النقد والسلبي، لكن بالعكس احنا شايفين انه هي الام عندها التعليم، عندها التراث الغني الروحي وكل حاجة، لكن كمان خلينا نحط ايدينا في ايدين بعض. كمان في عابرين النهارده زي ما حضرتك كنت بتقولي نقدر نثق فيهم، نقدر نعتمد عليهم، في قاده، في ناس اجتازت مشاكل كتير وعندها خبرات وتقدر تنقل الخبرات دي للكنيسه وتساعد خدام من الكنيسه ان هم يبقى عندهم الادراك والخبره ان هم يساعدوا كمان اخرين. فاحنا يعني عاوزين نتعاون في حتت احنا فاهمينها عن اخواتنا، فاحنا قادرين بعد السنين دي نقدر نفيد اخواتنا اللي طالعين ونقول لهم نوعيهم ازاي يقدروا يجتازوا حاجات مختلفة، والكنيسة كمان لازم يبقى عندها الوعي ده، ده صحيح. فنتعاون يعني مع يعني قناة الحياة دليل على ده، لأنه العابرين بيقودوا الطريق وعارفين إزاي نتكلم لأهلنا. أمين. أنا عايزة أقول حاجة، إحنا مش بنوجه الكلام لكنيسة واحدة، مش كنيسة مصر بس، الكنيسة في العالم كله، حتى في الغرب. أنا عايزة أقول حاجة، إنه من مسؤولية الكنيسة إنه يكون عندها جزء واضح للكرازة، دي حاجة. الأمر التاني إنه من مسؤولية برضو الكنيسة إنها تدمج كل الجسد، عابرين من خلفية إسلامية بقى، من خلفية بوذية، ادمجوا الجسد وثقوا في الله واستخدموا المواهب الموجودة في الجسد، لأنه كلمة الرب والبشارة تكون واضحة للعالم كله. ما عندناش حكم على حد، احنا بنحب الجميع، لكن الواقع اننا كلنا لازم نتغير ونتطور. زي ما شفت مجتمع العابرين بيتغير كل يوم وبيقترب من الرب يوم عن يوم وبينمو يوم عن يوم، بنصلي ان كل الفجوات اللي بينا يسدها الرب بسلام وبمحبة وبتعاون وبتنسيق بين الجسد كله. الرب يبارككم، وأعياد مباركة عليكم، وسلام ونعمة المسيح تحفظكم جميعا. كل المحبة لكل من مد يده بالمعونة لعابر أو عابرة، كل المحبة ليكم أحبائي المشاهدين حول العالم. إلى اللقاء.